لو وجودك في النادي الأهلي بيحط عليك طموحات وأحلام، عايز أعرف طموحات محمود وحيد مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. قدامك بنتكلم في بطولة دوري لسه قائمة، عندك بطولة أفريقيا، شايفهم إزاي؟ والله الواحد نفسه طبعا اللي هو يشارك مع النادي الأهلي وياخد بطولات، نفسي يعني أخد دوري، نفسي أخد أفريقيا، نفسي أخد كاس، يعني إن شاء الله يعني أحقق البطولات دي مع النادي الأهلي. طيب يعني احنا مكملين مع حضراتكم وبنفكر حضراتكم بهاشتاج الحلقه، هاشتاج اسال اندرسكور محمود اندرسكور وحيد. اللي حابب يسال محمود وحيد اي سؤال هنساله مع حضراتكم على الهواء مباشره وهو هيرد عليه. يعني هناخد واحنا معاكم بعض الاسئله الخاصه من الجمهور علشان يعني محمود نساله وهو يجاوب. يعني كان في يعني ياسر العالمي بيقول لك ان شاء الله تكون اضافه، والعالمي بيقول لك منور قناه الاهلي، ومحمد السيد بيقول لك ربنا معاك يا كابتن وبالتوفيق ان شاء الله. يعني من ضمن كمان الاسئله اللي موجوده معانا اسئله بقى بيقول لك هتلبس رقم كام؟ والله انا نفسي البس 74 بس لحد دلوقتي لسه يعني ما اتكلمتش. 74 يعني الرقم ده عزيز علينا كلنا طبعا وعزيز على كل الاهلاويه، لكن اشمعنى يعني هل انت اللي قررت ولا حد قال لك يا محمود البس 74 علشان جمهور الاهلي دايما بيحب الرقم ده؟ لا انا ناوي من ساعه ما مضيت يعني للاهلي فناوي البس 74 بس ان شاء الله يعني نتكلم في النقطه دي. لا يعني اكيد حاجه طيبه منك جدا وحاجه تحترم منك بصراحه ان انت يعني تتكلم وتقول عايز الرقم ده تمجيدا وتعظيما لشهداء النادي الاهلي. لكن هنتابع معاك شويه بشويه علشان خاطر نقول لك الجمهور واسئله الجمهور ليك. لكن طبعا حلقه اليوم هي موجوده بث مباشر على صفحه النادي الاهلي في الفيسبوك. طيب سالتك على طموحك في النادي الاهلي من جوه الملعب، بره الملعب وتشجيعك للنادي الاهلي كان عامل ازاي؟ والله تشجيع النادي الاهلي طبعا لان هو معودنا على المكسب طبعا على طول واي بطوله بتروح منه فالواحد بيزعل طبعا، فهو معودنا على البطولات دايما وان شاء الله نبقى كده احنا كمان. يعني هل لو كان في فرصه لمحمود وحيد انه يكون موجود في المدرجات كان ممكن يكون موجود، ولا حساسيه ان انت بتلعب في نادي فممكن حد يشوفك كانت ممكن تعمل لك مشكله شويه؟ لا لو في طبعا لو في وقت اللي انا احضر ان ماتش النادي الاهلي اكيد طبعا كنت احضر، ما فيش مشكله عندي. طب هل ما فيش مره كده والدك اخذك من ايدك وقال لك يلا نروح الملعب وانت صغير قبل بدايه؟ لا انا رحت للنادي الاهلي، دخلت النادي الاهلي كتير مدينه نصر لضياء يعني رحت للنادي الاهلي رحت كتير لكن ما فيش مره وانت صغير تابعت المباراه من الاستاد او حبيت ان انت تروح ايا كان؟ ساعتها في الاسماعيلي. كنت في الاسماعيلي. طيب هاخدك للجمهور، وانت قلت اختار رقم 74 ودي اعتقد ان شاء الله تكون بدايه جيده لمحمود وحيد مع النادي الاهلي، وكمان علاقته بالجمهور تكون اكثر يعني اكثر احترافيه واكثر تدعيما ليك. عايز اسالك ان دايما الجمهور النادي الاهلي جمهور يعني شعبيه الاهلي شعبيه جارفه في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم كله. هل انت شايف ان جمهور الاهلي مش بيقبل غير بالبطولات، هل دي شايف حاجه ايجابيه ولا حاجه سلبيه؟ لا هي حاجه ايجابيه طبعا لان هو الجمهور اتعود على كده، يعني الجيل بتاع الكابتن ابو تريكه والكابتن بركات هو عود الجمهور على كده، فما ينفعش تضيع منه بطوله.